مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. انا عامر واتمنى لكم حلقة حلوة. خلينا نبلش. Deutsch Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. صراحة أنا كتير متوتر لأني عم سجل حلقة باللغة العربية والواحد بك يسمع صوته ويعرف قديش قديش صوته سيء بيتوتر أكتر، يعني بصراحة لأنه عم بسمع صوتي بالسماعات وحاسس إنه وقت حتسمعوا صوتي حتسكروا الحلقة مباشرة، فأعذروني يعني على التوتر. بس بتخيل أنا مع مرور الحلقات الواحد بيتمرس وبيصير بيعرف يعمل الحلقات بطريقة أحسن وبأريحية أكتر. شكرا لتفهمكم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. الحلقة اليوم رح تكون بالعربي، وانا حابب بهاي الحلقة اعرف عن حالي، اعرف عن القناة وليش اساسا انا بلشت بهاي القناة. بصراحة هاي الموجة تبع كورونا ما خلت حدا ما صابته، ان كانت جسديا ولا عقليا ولا نفسيا ولا زي منه. فانا من الناس اللي صابتني كورونا بطريقة نفسية بصراحة، لانه بيوم من الأيام وقفنا عن العمل، ما قدرنا نشتغل لأنه سكرنا من النادي وما عاد عندي أي وسيلة تانية للشغل، وقعدنا بالبيت فجأة من دقيقة للتانية ما عاد في شغل وما عاد في شي تعمله. فبصراحة بأول فترة قعدت أول 5 أيام قعدت بالبيت وما عملت أي شي غير إني أتفرج على نتفليكس. وبعد فترة حسيت انه هذا الشيء اللي عم بعمله انا غلط يعني، وحاسس انه انا عم دمر حالي بحالي بصراحة. فهيك بدون اي مقدمات اجتني فكرة اني اعمل بودكاست. الفكرة من الموضوع هو انه حسيت انا عندي فكرة ما حدا عملها قبلي، والفكرة جديدة وحاسس انه الفكرة كمان رح تكون حلوة ورح تلقى احسانكم يعني بصراحة، لانه وخاصة الناس اللي بيحبوا يتعرفوا على لغات تانية، حابين يتعرفوا على بلاد تانية، حابين يتعرفوا على ناس تانية جاي من غير بلاد يعني بصراحة. وبما أني أنا عايش في ألمانيا وعن طريق شغلي قدرت أحصل على شبكة من المعارف للناس، إن كانوا عرب ولا إن كانوا ألمان ولا إن كانوا من أي بلد تاني، الفكرة اللي بتجمع الناس كلياتها هاي بالبودكاست إنه هن بيحكوا عربي أو بيحكوا ألماني. يعني الشيء اللي أنا حابب أعمله هون بالبودكاست إنه أدعو ناس أعمل معهم مقابلات عرب وألمان، فالحلقات حتكون دائما حلقة بالعربي وحلقة بالألماني، بحيث انه الحلقة اللي بتكون بالعربي بيكون معي ضيف وهذا الضيف حيكون ألماني وانا هحاوره باللغة الألمانية، او حتكون بالعربي وحيكون معي الضيف بيحكي اللغة العربية وانا هحاوره باللغة العربية. احيانا حكون انا لحالي كمان بالبودكاست واحكي معكم ناقشكم بكل المواضيع، احيانا بالعربي واحيانا كمان بالألماني. بالنسبة لي مين انا عشان حتى تعرفوا كمان مين اللي عم يحاوركم، انا اسمي عامر، أصلي من سوريا من الشام، وبعيش بألمانيا تقريبا من 6 سنين. عملت هون بألمانيا دورات اللغات كلياتها، يعني جيت على ألمانيا ما كان عندي شيء، يعني جيت لهون أنا بشكل لاجئ وتعلمت اللغة وعملت أوس بيلدونج ومشتغل كمان كمدرب رياضي ومتزوج وبشهر سبتمبر رح يجينا كمان طفل، وهدول الشغلات هلأ اللي جاي ببالي وأحكيكم إياها. وإن شاء الله مع الأيام وبالحلقات تصير تعرفوا علي أكتر. وأكتر شيء بيهمني أنا بهذا البودكاست أنه أنتوا تعطوني آراءكم، أنتوا تعطوني أفكار نقدر نطبقها بهذا البودكاست، تكتبوا لي تعليقاتكم، تحاولوا كمان تشتركوا بالقناة لأنه هذا الشيء بيفيدنا وبيفيد القناة وبيخليها تكبر. وبس هذا كل شيء، بتشكركم، شكرا كتير لكم، واستنونا بالحلقات الجاية رح يكون في كتير 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 حلقات ممتعة ومثيرة للاهتمام. شكرا لكم، مع السلامة، ونشوفكم المرات الجاية. سلام. Das war's schon wieder mit Deutsch Arabisch.
بس بالد. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.